السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي اعمل معاكم البشاميل بتاعي بتكاته وحركاته واسراره. حطينا زيت مع سمنة، ويريت سمنة بلدي طبعا، ونحط عليهم 3 معالق دقيق ونقلب. والدقيق مع السمنة لازم قوامهم يبقى خفيف زي ما انت شايفة، وتقلبي على النار لغاية ما يعملوا معاكي الريمة دي. اوعي تتحرق منك، اوعي، خليكي ست شاطرة. قلبتيها لغاية ما لقيتيها بقيت كهرماني كده، انزلي بقى دلوقتي بايه؟ بالمية تدريجيا. هننزل بالمية، ما تكونش دافية ولا سخنة. اوعي اوعي تبوظ لنا الدنيا. المية من الحنفية عادي، وتقلبي حبة حبة، مية حبة حبة وتقلبي. وحطيت مرق الدجاج زي ما انت شفتي وملح، وتقلبي. دلوقتي بقى هنحط الكاري. الكاري بيديها طعم فظيع، ونقلب لغاية ما يبقى قومها بالشكل ده. بشاميل بس مش اي صينية، على طريقتي. دهنت الصينية بالسمنة البلدي، عندك سمنة بلدي حط سمنة عادية. بعد كده نزلت بالبشاميل. البشاميل هنزل لكم الفيديو بتاعه، البشاميل بيبقى خفيف مش تقيل. وبعد كده نزلت بالمكرونة اللي سلقناها في شوية مية وملح وزيت. وبعد كده نزلنا عليها بشاميل تاني. ايوه اسمعي الكلام، ونحاول نقلب المكرونة مع البشاميل. وبعد كده فلفل اخضر. فلفل اخضر، ايوه فلفل اخضر، بيخلي طعمها في حتة تاني. ودلوقتي بقى هننزل بالسمنة البلدي. يا عيني على السمنة البلدي وطعمة السمنة البلدي وجمال السمنة البلدي، وبرده نوزعها. وبعد كده العصاج. العصاج بعمله مع طماطم، معرفش هو طلع احمر كده ليه، بس مش مشكلة. وبعد كده حطيت الطبقة التانية من المكرونة، وعليها حتة سمنة بلدي تاني، وحتة بشاميل على الوش. يلا يا بشاميل، مش حتة، كل البشاميل. المكرونة بشاميل بتحب البشاميل الكتير الخفيف مش التقيل، وعلى الوش حطينا سمنة بلدي. ويلا بسرعة. كانت مختلفة عشان انا بحط في العصاج طماطم، بقطع الطماطم مش بعصرها، بقطعها وبحطها مع العصاج، وبعد كده بنزل بيها، بتبقى طعمها مختلف. وبحط سمنة بلدي في النص، وبحط فلفل اخضر، وعلى الوش حطيت ايه؟ انا فاكرة ان انت حطيتي سمنة بلدي. ايوه حطيت سمنة بلدي. طب ليه ما حطيتيش بيض؟ بصي بقى يا ستي، البيض بيخلي ليها قشره مجلده كده، وطعمها ما يبقاش بالحلاوه دي. والبيض مهما كان ده بيض، ودي حاجه مالحه مكرونه وكده، فمع البيض بتبقى مش حلوه، بيبقى ليها طعم مش حلو. جربيها. حاضر هنجربه وهنشوف يا ستي.